من برنامج ديال اللي كننظموه مع اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، وهذا البرنامج اللي كيخص الاطفال كننظموه كل عام وكنشملوا فيه كنحاولوا نحسوا 30,000 تلميذ في المغرب، وكنتقربوا منهم عن طريق دي زاتولي ورشات اللي كيتعلموا فيها بزاف ديال المبادئ، بزاف ديال الطرق باش يوقيو راسهم وباش يفهموا اشنو هي السلامه الطرقيه. دونك حنا كنحاولوا تكون هذه في لا كولتور ديال لا سوسيتي ديالنا. هذه الحمله التحسيسيه كتخص الاطفال والسائقين والمرافقات ديال ترانسبور سكولير، وحسسناهم على مدى أهمية التدابير والتحسيس ديال السلامة الطرقية أثناء وبعد وقبل الطلوع على هذا ديال النقل المدرسي. احنا الدور ديالنا كشركة أننا نحسوا المواطنين ونساهموا مع اللجنات المؤطرة بحال اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في تقليل من حوادث السير.